بسبب كثرة طلبات المشاهدين على ترجمة أسئلة بداية المقابلة، تم ترجمتها بهذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. أتمنى منكم مشاركة هذا الفيديو حتى يصعد بالمشاهدات ويستفاد الجميع. شكرا لكم. Hello. How are you doing today? مرحبا، كيف حالك اليوم؟ تجيب بكلمة Good. How about yourself? جيد، كيف حالك أنت؟ Good. How was the traffic this morning? كيف كانت حركة المرور والازدحام هذا الصباح؟ تقدر تجاوب ب Not bad. ليس سيئا. Oh, that is good to hear. يجيب الضابط، من الجيد سماع ذلك. Can I have your green card, your appointment notice, and your driver's license or state issued ID, please? هل يمكنني الحصول على بطاقتك الخضراء ورسالة الموعد ورخصة القيادة الخاصة بك أو بطاقة الهوية الصادرة عن الولاية من فضلك؟ Thank you. All right. Do you have any questions for me before we start? هل لديك أي أسئلة لي قبل أن نبدأ؟ إذا كان عندك سؤال اسأله. All right. First thing, I need to swear you in. حسنا، أول شيء يجب أن تقول القسم. Can you please raise your right hand? هل يمكنك من فضلك رفع يدك اليمنى؟ Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? هل تقسم أن تقول الحقيقة، كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، ليعينك الله؟ الجواب يكون Yes, I do. نعم. Thank you. You can't put your hand down. شكرا لك، يمكنك وضع يدك للأسفل. All right. Why are you eligible to become a US citizen? لماذا أنت مؤهل لتصبح مواطنا أمريكيا؟ تقدر تجاوب مثلا Because I have the green card. لأن عندك البطاقة الخضراء. انتبهوا على كلمة eligible يعني مؤهل، يختلف عن السؤال الآخر اللي هو Why do you want to become a US citizen؟ لماذا تريد أن تصبح مواطنا أمريكيا؟ الجواب يكون Because I want to vote، لأنني أريد التصويت. كلمة want يعني أنت ليش تريد، أما كلمة eligible يعني مؤهل. Can you please tell me your current legal name؟ هل يمكن أن تخبرني باسمك القانوني الحالي؟ تجيب باسمك الكامل، مثل آني أمير علي. Do you have any nicknames or any other names you use؟ هل لديك أي ألقاب أو أي أسماء أخرى تستخدمها؟ غالباً الجواب يكون no. Okay. Would you like to legally change your name today? هل ترغب في تغيير اسمك بشكل قانوني اليوم؟ إذا كنت حاب تغير اسمك يكون yes وتعطي الاسم الجديد. إذا كان no خلص يعبر على السؤال اللي بعده. Can you tell me when you became a lawful permanent resident? توجد كلمة when، متى؟ هل يمكن أن تخبرني متى أصبحت مقيما دائما قانونيا؟ تعطيه تاريخ الإقامة اللي موجود على الجرين كارد. How did you get your green card? كيف حصلت على بطاقتك الخضراء؟ تعطي كيف حصلت عليها، مثلا عن طريق زواج، عن طريق الـ IOM، هجرة، لجوء، فيزا، أي شيء. Okay. Where were you born? أين ولدت؟ تعطيه اسم البلد الذي ولدت فيه.
Are you still a citizen of that country? هل ما زلت مواطنا في ذلك البلد؟ الجواب نعم. Okay. Can you confirm your date of birth for me, please? هل يمكنك تأكيد تاريخ ميلادك لي من فضلك؟ تعطيه تاريخ الميلاد؟ Okay. And the last four digits of your social security number? وآخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك السوشيال سيكوريتي. تنطي آخر أربع أرقام مو السوشيال كله. Can you please tell me your mobile or cell phone number? هل يمكنك أن تخبرني برقم هاتفك المحمول أو الهاتف الخليوي؟ تعطيه رقم الموبايل مالتك. Okay, and your email address? وإيميلك الإلكتروني. هنا الإيميل، البريد الإلكتروني، مو بريدك، مو عنوانك، مثلا @gmail.com @yahoo.com. لاحظ هنا إيميل وليس ميل، يعني عنوان إلكتروني، عنوان البريد الإلكتروني. Where have you lived during the last 5 years? أين كنت تعيش خلال السنوات الخمس الماضية؟ تعطيه كل العناوين التي سكنت فيها، تبدي من أول عنوان إلى آخر عنوان الحديث. And is this your current physical address? يسألك على عنوانك، هل هذا هو عنوانك الحالي اللي موجود على الابليكيشن؟ وآخر عنوان أنت لفظته؟ Is this also your current mailing address? وهل هذا هو عنوانك البريدي الحالي اللي تستلم عليه البريد؟ الجواب يكون نعم. Alright, thank you. Have you lived anywhere else in the last 5 years? هل عشت في أي مكان آخر خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت عندك عناوين أخرى قول نعم، وإذا ما في قول نو. ينتقل للسؤال اللي بعده. Okay. Have you moved since you applied? هل انتقلت لعنوان آخر منذ أن تقدمت بطلب التجنس؟ يعني لما أرسلت الفورم N400، هل انتقلت لعنوان آخر بعدها بعد ما أرسلت الفورم؟ Okay. Are either of your parents US citizens? هل أحد والديك مواطن أمريكي؟ نعم أو لا حسب حالتك. Okay, thank you so much. Can you please give me your height and weight approximately? هل يمكنك أن تعطيني طولك ووزنك بشكل تقريبي؟ مثلا تقدر تقول طولك هو 5'6", 5'7", 6'1" حسب، ووزنك يكون بالباوند وليس بالكيلو، مثلا 210 pounds. Okay, thank you. دائما استخدموا الباوند، لا تستخدمون الكيلو. Okay, let's talk about your employment. هذا الجزء خاص بالعمل. Are you currently working? هل تعمل حاليا؟ عندك شغل؟ نعم أو لا حسب حالتك. Where are you working? أين تعمل؟ تعطيه اسم الشركة. What do you do there? ماذا تفعل هناك؟ شنو وظيفتك بالشغل؟ ايش تعمل؟ How long have you worked there? كم شهر او سنة عملت هناك؟ تعطيه عدد السنوات او الاشهر التي عملت فيها في عملك الحالي. اما اذا جاوبت لا no
على هذا السؤال تبع العمل راح يسأل الضابط How do you support yourself؟ كيف تدعم نفسك بما أنك ما تشتغل؟ شلون عايش بأمريكا بدون شغل؟ تعطيه السبب مثلا My father supports me My brother supports me My husband supports me حسب حالتك من اللي يدعمك ويوفر لك المال أسئلة الرحلات إذا مسافر خارج أمريكا Let's talk about your trips outside of the United States. دعنا نتحدث عن رحلاتك خارج الولايات المتحدة. How many total days did you spend outside of the United States during the last five years? ما إجمالي عدد الأيام التي قضيتها خارج الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية؟ تعطيه عدد الأيام، مثلاً تقول له 60 يوم، 50 يوم، حسب وضعك. How many total trips did you take outside of the United States? كم عدد الرحلات الإجمالية التي قمت بها خارج الولايات المتحدة؟ إذا عندك رحلة خارج الولايات المتحدة، تقول له one trip. إذا عندك رحلتين، two trips، وهكذا. Tell me the dates of your most recent trip and where was that? أخبرني بتواريخ رحلتك الأخيرة وأين كانت رحلتك. تعطيه تاريخ الرحلة. مثلا April the 4th 2020 وهكذا. Okay. Have you taken any trips since you submitted your application form? هل قمت بأي رحلات منذ أن قدمت على امتحان الجنسية الأمريكية؟ Yes or no حسب حالتك. Thank you so much. هذا القسم خاص بالمتزوجين. إذا أنت ما متزوج خلص تعبر هذه الأسئلة كلها. Are you currently married? هل أنت متزوج حالياً؟ Okay. Do you have your marriage certificate? هل لديك شهادة زواجك معك مترجمة تكون؟ If you could, I would like to see that. إذا أمكن أود أن أرى شهادة زواجك. Thank you. What is your current spouse's legal name? ما هو الاسم القانوني لزوجك أو زوجتك حالياً؟ What is your current spouse's date of birth? ما هو تاريخ ميلاد زوجك أو زوجتك؟ When did you get married? متى تزوجت؟ تعطيه تاريخ الزواج. Where did you get married? أين تزوجت؟ تعطيه البلد الذي تزوجت فيه. Is your spouse currently working? هل زوجك أو زوجتك تعمل أو يعمل حالياً؟ Where does he or she work? أين يعمل زوجك أو أين تعمل زوجتك؟ Is your spouse a US citizen? هل زوجك أو زوجتك مواطن أمريكي؟ When did your spouse become a US citizen? متى أصبح زوجك أو زوجتك مواطنا أمريكيا؟ Okay. Do you have any children? هل لديك أطفال؟ Can you tell me your children's legal names, please? هل يمكن أن تخبرني بالأسماء القانونية لأطفالك من فضلك؟
And their date of birth, please. وتواريخ ميلادهم من فضلك. Are they currently living with you? هل يعيشون معك حاليا؟ Okay. Is your spouse also living with you and your children? حسنا، هل زوجك أو زوجتك أيضا يعيش أو تعيش معك ومع أطفالك؟ Okay. What is your child's relationship to you? إيش علاقة الطفل فيك؟ يا أما تقول my biological children أو adopted، يعني يا أما الطفل المتبنى أو الطفل البيولوجي إلك، أو ممكن تقول they are my children، هم أطفالي. He is my child. She is my child. هي طفلتي، هو طفلي. جميع كتبنا ومواد الدراسة متوفرة على موقعنا pay.amirusa.com. كتاب الجنسية الأمريكية وكتب CDL وكتب تعليم اللغة الإنجليزية والفلاش درايف والقرص الصوتي.